مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا ومتابعتكم هي احلى واهم حاجه عندنا على بي ان سي فود. حلقتنا النهارده حلقه يهمني فيها جدا التكنيك اللي هنتكلم عنه والمعلومات اللي هنقولها عن الوصفات خالص والمقادير والكلام ده. حلقه ستيك عقده مصر كلها. الستيك ما بيطلعش مني حلو، بيطلع ني، بيطلع ناشف، بيتهري. هنحل كل ده، هنتكلم عن درجات السوى، هنتكلم عن القطعيات اللي ممكن نستخدمها، هنتكلم عن طرق ندي نكهة للستيك كل مرة بشكل ما يأثرش على جودة اللحمة وعلى طعمها اللي المفروض ان احنا نحافظ عليه بقدر الإمكان. تعالوا نشوف عندنا ايه النهاردة. عندنا النهاردة حاجات كتير. عندنا اول حاجة عشان نعمل ستيك، عشان اعمل شريحة ستيك محترمة حلوة طعمها جميل، انا محتاجة ايه؟ محتاجة قطعة لحمة، قطعة ستيك، وطبعا هنتكلم دلوقتي عن الاوبشنز اللي احنا عندنا النهاردة واوبشنز تانية مش موجودة معنا النهاردة بس هي تنفع بصفة عامة. هنحتاج زبدة، هنحتاج ملح، فلفل، جوزة الطيب. صدقوني انتوا مش محتاجين اي حاجة في الدنيا زيادة عن الاربع حاجات دول عشان تطلعوا حتة ستيك ملهاش حل في الطعم. دي الحاجات الأساسية اللي هتديني ستيك بيركز على طعم اللحمة، على قطعة اللحمة بتاعتي، مش على حاجات أنا عمالة أحطها وعمالة داري على طعم اللحمة أثناء العملية دي. لأ، أنا عايزة أحافظ على طعم اللحمة وبينه مش قدري. فمش محتاجين غير زبدة، جوزة الطيب، ملح، فلفل أسود، وطبعا اللحمة بتاعتنا. دي أول حاجة هنتكلم عنها. تمام، مبدئيا كده سوى الستيك في مدرستين في تتبيل الستيك. مدرسة بتقول ان احنا نحط ملح وفلفل ونسيبه شوية، وفي مدرسة بتقول ان احنا نحط ملح وفلفل ونسوي على طول. ما عنديش اعتراض على الاتنين، انا من مدرسة ان انا احط على طول، هي اذواق. لما بنحط ملح وفلفل وبنسيبهم شوية، اللي انا بلاحظه ان بنشد شوية من العصارة بتاعت اللحمة، وانا ببقى عايزة العصارة دي تفضل جواها. لكن برضو التتبيل من قبلها بحبة ليه فوايد. أحياناً لما بنشد العصارة بنحرك العصارة جوه قطعة اللحمة فبنخليها جوسي، بنخلي الطعم أحلى، وبنخلي الملح والفلفل يثبتوا أكتر عليها. كل مدرسة ليها عيوبها ومميزاتها، فأنتوا ممكن تجربوا الاتنين وتشوفوا إيه اللي يناسبكوا أكتر. أنا بمسك العصاية من النص شوية، بعمل إيه؟ بحط الملح والفلفل مش قبليها بدري قوي ولا على طول قبل النار، يعني مثلا ممكن اديله 5 دقائق 10 دقائق بالكتير قوي، بكتفي جدا بالوقت ده وبشتغل بيه. طيب ايه قطع اللحمه اللي احنا هنستخدمها النهارده؟ مبدئيا علشان نعمل ستيك احنا عندنا اوبشنز كتير جدا، وبعتذر جدا ان انا مضطره اقول اساميهم بالانجليزي لان هم اغلبهم ما لهمش اسامي بالعربي. فعندنا مثلا الريباي، عندنا التيبون، عندنا كمان الانتركوت، وانا ما بحبذوش للستيك شخصيا بصراحه، بس في ناس كتير بتحب تعمل بيه ستيك. في عندنا الفليتو، الفليتو بالنسبه لي بيطلع ستيك رائع للناس اللي كمان ما بتحبش اكلها دسم قوي. في عندنا كمان الفلانك، الفلانك دي شريحه كده بتيجي من عند البطن، جميله جدا جدا جدا، مش كل الجزارين بيعرفوها او بيعرفوا يطلعوها، لكن لما بتطلع انتوا مش فاهمين هي جميله ازاي. السر فيها بس ان احنا لما نيجي نقطعها نقطعها عكس النسيله علشان تظبط معانا. فاحنا عندنا الحقيقه، وعندنا بورتر هاوس، في حته كمان اسمها بورتر هاوس. فعندنا تيبون، ريب اي، بورتر هاوس، فلانك، فليتو، انتركوت، كل دي حاجات ينفع نعمل بيها ستيك. بعتذر تاني عن اني مضطره استخدم اساميها الانجليزي لان هي ملهاش اسم عربي، حتى يعني الشرايح دي مثلا احنا جايبينها من واحد من السوبر ماركتس اللي كلكم بتجيبوا منها طلباتكم، بيبقى مكتوب اسم القطعه عليه بالانجليزي، ما بيبقاش حتى مكتوب بالعربي. فهتلاقوا الاسامي اللي انا بقولها دي موجوده عند المحلات الهايبرز الكبيره، موجوده ومكتوب عليها الاسامي بالانجليزي. طيب نعمل ايه؟ نعمل اللي انا قلت عليه بقى. انا قلت ان انا بفضل اتبل قبليها بخمس عشر دقايق، فانا هعمل كده دلوقتي في شرايح الرباي اللي عندي دي. نعم حاضر. هو النهارده هيبقى الوضع كده شويه عشان في معلومات كتير، احنا بنعمل كده اهو.
ثلاث شرايح اهو، جمال ولطاف وزي الفل، ملح، ملح 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 في كل حتة وعلى الناحيتين، كده ادينا رشة الملح الأولانية، رشة الفلفل الأسود، ويفضل لو فلفل أسود مطحون خشن ومطحون دلوقتي بيفرق جدا في طعم الستيك، وتبله كويس يا جماعة. دي شريحة لحمة كبيرة تخينة ومفيش فيها غير الملح والفلفل الأسود، أنا مش حاطة لها حاجة تانية. وادي جوزة الطيب، الشريحة التانية اللي هستخدمها النهاردة فلتو، لأن أنا حبيت أستخدم شريحة من الشرايح الدسمة شوية، وعايزة أستخدم برضو حاجة من الحاجات اللي ما فيهاش دسامة وفيها فخامة أكتر. الفلتو طبعا قطعة عظيمة، هو عرق بيطلع من الدبيحة، كل دبيحة بيبقى فيها عرقين فلتو، فعشان كده سبب إن هم غاليين ندرتهم إن هم مش متوفرين كتير، في مش قطعة كبيرة يعني. طبعا من احلى القطع وانضف القطع اللي ممكن تاكلوها، طعم اللحمه فيها جميل جدا ومميز جدا، كل ما تعاملنا معاها باحترام اكتر كل ما ادتنا نتيجه احسن. يعني ايه احترام؟ يعني ما نبهدلهاش عمايل، ما نقعدش نحط لها توابل ونعرضها لعمليات طبخ، نتعامل معاها برقه كده، كل ما عملنا ده كل ما خدنا من الفليتو احلى نتيجه. رشه جوزه الطيب برضو. فانا كده تبلت شرايح الستيك، انا بقى احسبها على جنب شويه. قول لي يا هشام، طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نبدا نجهز للتسويه، ومرحله التسويه في الستيك هي مرحله حساسه جدا، هي المرحله اللي عندها يا ببوظ قطعه اللحمه الغاليه اللي انا جايباها، يا بنجح نجاح في ان انا ابهر كل اللي هياكلوها. فاحنا هنشوف دلوقتي ايه العلامات بتاعتنا، درجات الحراره بتاعتنا، اللي ما عندهمش ترمومتر او حاجه زي كده هنلاقي لهم طريقه تانية يحلوا بيها الموضوع. انا ممكن مثلا اسوي الستيك ايه، ممكن اسويه على الشوايه دي. هحطها تسخن، ومحتاجه ان شوايتي تسخن كويس جدا 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 قبل ما انزل على انزل باللحمه عليها. في ناس بتحب تشوي الستيك في زيت، ما عنديش اعتراض، انا من مدرسه الزبده في في الستيك، بتفرق جدا جدا في الطعم بصراحه، مش هكذب عليكم يعني. لا يعني فرق السما من الارض يعني، بين قطعه ستيك انا مسويها في زبده وقطعه ستيك انا مسوياها بزيت. هنسيب الشوايه بتاعتنا تسخن كويس جدا جدا جدا، لان لازم لما حته اللحمه دي تنزل على الشوايه دي لازم الشوايه دي تكون مولعه، ولازم ما يبقاش عندي اي احتمال او اي ريسك ان الشوايه دي درجه حرارتها تنزل، عشان لو انا نزلت اي ميه من اللحمه دي عليها العوض ومنه العوض كده في فلوسي، حته اللحمه اللي انا دافعه فيها دي راحت، هتبقى حته كاوتش كده ملهاش لا طعم ولا لون ولا شكل، ولونها رمادي كده وحش، هبوظها من الاخر كده. فلازم اهتم جدا 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 بتسخين الطاسه، وباكد على ده تاني. طيب لحد ما ده يحصل، لحد ما الطاسه بتاعتنا تسخن كويس جدا، ولحد ما اللحمة بتاعتنا هنا تقعد في الملح والفلفل شوية، تعالوا نشوف عرق الفليتو هنعمل فيه ايه. عرق الفليتو بيجي بالمنظر ده، لو ممكن توريه لنا هشام. رجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه وانتم مش موجودين، ما زالت قطع الريباي بتاعتنا مرشوش عليها، او الستيك مرشوش عليها الملح والفلفل. عايزه بقى نجيب كده نبص عليها شويه، هتلاحظوا ايه اللي حصل. الكاميرا هتيجي حالا. هتلاحظوا ان الستيك بدا بيقولوا عليه ايه، يعرق. يعني ايه يعرق؟ يعني بدات تشوف رطوبه على الوش. الرطوبة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن العصارة للملح والفلفل قاعدين يشدوها، دي اللي لو انا طولت شوية هلاقيها شدت قوي وبقت كلها بره شريحة الستيك. عشان كده بقول لكم ايه، انا بحب خير الامور الوسط، بحب اتبلها. ينفع طبعا، استنى حالا هوريكم
لو احنا بقى طولنا وسبناها مده طويله وكده بالملح والفلفل كل العصاره هتتشد. انا مش عايزه كل العصاره تتشد، انا عايزاها تتحرك زي ما حصل كده. ده كفايه قوي ان هو يديني اللي انا عايزاه. بصوا شايفين، هتلاقوها عرقانه شويه، ما عادتش جافه، في شويه لمعه كده. شويه اللمعه دي هي شويه العصاره اللي عماله تتشد منها. انا كده مرضيه جدا. الشوايه بتاعتي او الصينيه بتاعت الطاسه بتاعتي او ايا كان اللي انا بسوي فيه هتكون دلوقتي حرارتها ممتازه. طيب انا عندي سؤال، ايه احسن حاجه اسوي فيها ستيك؟ تيفال بقى والكلام، عارفين الكاست ايرن الحديد الزهر دي احسن حاجه تسوي فيها ستيك. اللي عنده طاسه من دول من زمان، من بتاعه بقى جدتها ومامتها ومرميه كده ومحدش بيعمل بيها حاجه، دي كنز، دي اللي تسوي فيها اي ستيك في الدنيا، بتطلعه تحفه. انا الشوايه بتاعتي بقت لطيفه، هشتغل بيها دلوقتي. هناخد مكعب زبده، وانا دايما بقول لكم ايه على الزبده، دايما بقول لكم ان انا بحب احط لها شويه زيت حمايه، بس انا ما بحبش احط لها شويه زيت حمايه مع الستيك، بيبوظ لي النتيجه اللي انا عايزاها. فانا هكتفي جدا بقطعه الزبده دي ومش هحط اي حاجه حمايه ليها، وما عنديش اي مشكله ان هي تغمق وتتكرمل وتاخد لون البندقي ده، عادي جدا. بالعكس دي هتديني كده نتيجه فوق الممتازه. انا شايفه ان كده كفايه جدا، بالذات ان الريباي اللي انا هحطه دلوقتي قطعه دهنيه، فهي كده كده هتنزل شويه دهون كتير، وانا عايزه اطمن ان الزبده بتاعتي سخنانه كويس قوي، فهستنى عليها شويه. طيب تعالوا بقى شويه كده نحط دول على النار عشان عايزين نشرح موضوع هو حلقتنا النهارده، يعني اللي هنتكلم فيه الكلمتين اللي هنقولهم الجايين دول هما فعلا حلقتنا النهارده. سامعين انا سمعت ايه لما حطيت؟ لو ما سمعتش الصوت ده لبست في الحيط. عملت ايه يا هشام؟ نزلت ستيكي في طاسه بارده، نزلت ميته، نزلت عصارته، نشفت حته لحمه المفروض تكون من اطرى ما يكون. فعشان كده لازم نستنى لما الاقي الزبده بدات تاخد لون كراميل كده، واصبر، ما احطش كل الستيك مره واحده، ادي فرصه للطاسه ان هي تسترجع درجه حرارتها، ما تبقاش بارده. حتت الدهن اللي انتوا شايفينها في الريباي دي اوعوا تفكروا تغلطوا وتشيلوها، ده هي دي اللي هتخليه حته طريه وجميله وجوسي وبتدوب كده في البق. ده مش لازم اكله في الاخر، انا ضد تماما ان احنا ناكل دهون او سمين، بس اخليه وقت السوى. لما اخليه وقت السوى انا بساعد شريحه الستيك بتاعتي ان هي تطلع طريه، لكن مش بالضروره ابدا اكلها لكل الاسباب الصحيه اللي في الدنيا. طيب عندنا بقى شرح كده، انا حطيت الستيك في الطاسه، طب وبعدين؟ ها هفضل واقفه قدامه قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعه؟ طب انا اطلعه ازاي؟ اطلعه مستوي كده نص سوا، ولا اطلعه مستوي قوي، ولا اعمل ايه يا ساره؟ دي بقى نقطه الحيره اللي كل الناس بتحتار فيها وتضرب اخناس في اسداس. وغالبا اللي بيحصل ان احنا بنسوي الستيك زياده، عشان احنا شعب مصر معروفين بتسويه الاكل بزياده، فعايزين نقلل الموضوع ده. الصح من وجهه نظري يبقى ميديم ميديم. لا 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 لا، ويل دان ايه؟ اجيب حته لحمه بس بالسعر ده وبالجوده دي واعملها ويل دان؟ حرام. ايه هغير؟ لا هاخدك مكان، بص اسمع مني، انا هاخدك مكان معين، هاكلك ستيك ميديم، هخليك تغير رايك تماما. لا اجمد من كده وتخصصه كده. لا 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 مفيش الكلام ده، الستيك بتاعنا شغال. طب ها نرجع لمرجوعنا، هنسيبه على النار قد ايه؟ مبدئيا انا مش عايزه اقلب كتير، مش عايزه كل شويه اقعد اقلب اقلب اقلب، انا عايزه ناحيه تستوي تماما وبعد كده الناحيه الثانيه تستوي تماما، دي احسن طريقه للتسويه، مش تقليب كتير هو الصح. فاحنا سايبينه براحته خالص. تعالوا بقى نتكلم على ايدي كده شويه، هنشرح حاجات على ايدي. ايدي اهي تمام، ايدي قدامكم اهي، الكاميرا جايباها، شايفين التقسيمه بتاعت الايد دي؟ هنشرح بيها درجات سوى الستيك. ايدي وهي كده، الستيك وهو ني هيبقى نفس ملمس الحته دي بالظبط، وهو ني وانا لسه سايباه في الطبق ما اتحطش في اي حراره، هيبقى بالظبط
هيبقى نفس درجة الحتة دي، لما اضغط على الحتة دي هتبقى نفس ملمس الستيك وهو ني. حلو، دي أول درجة. طيب عملت كده، شايفين أنا جبت الإندكس السبابة مع الإبهام وضمتهم، بقت الحتة دي هي نفس ملمس الستيك لما يكون مستوي ميديا سوري رير. يعني ايه رير؟ يعني يا دوبك شامم السوى. الستيك الرير اللي بيبقى من جوه دم شويه او احمر شويه او الجوس بتاعه لسه جوه موجود، لان هو مش دم هو جوس، بيبقى نفس الملمس ده بالظبط لما ضم صبعي الابهام مع السبابه. تمام. طيب جبت الصبع ده الوسطى مع السباب مع الابهام وضمتهم على بعض، الملمس ده هيديني نفس درجة طهي الستيك لما يكون ميديم رير. يعني ايه ميديم رير؟ يعني لسه برضو في شوية عصارة حمراء من جوه بس اكتر شوية من الرير. الرير بيبقى اولموست ني يا جماعة، بيبقى قريب من البلو، بلو يعني ني، فهو ما بيبقاش بالدرجة دي، بيبقى اكتر منها شوية. يبقى تاني لما بنضم الوسطى مع الابهام ونيجي ندوس هنا، الملمس ده هو ملمس الميديم رير اللي هو لسه من جوه أحمر بس مستوي شوية زيادة. حاضر. طيب ونقلب الستيك بالمرة، تعالوا نقلب الستيك ونرجع نكمل شرحنا. الله الله الله، بصوا الحلاوة. بص بقى، لا تقولي في بنهزرش احنا هنا. ده بقى كل حاجه تتضاف له وكل صوص يتضاف له هنروح في حته، سيبوه بقى يستوي براحته ونرجع نكمل شرحنا. طيب احنا وصلنا ان احنا شرحنا الرو الني، شرحنا الميديم اللي هو تقريبا ني، والميديم رير اللي هو يعني ني بس اخد شويه سوى. لما اضم صباعي ده، هو الصباع ده اسمه ايه يا جماعه؟ حد عارف؟ ده الخنصر. مين ده الخنصر وده ايه وده؟ اوكي، لما بنضم الصباع ده اللي هما بيقولوا لي ان اسمه البنصر، انا ما كنتش متاكده، مع الابهام واجي ادوس هنا، انا هنا ايه في الميديم، انا كده في الميديم اللي هو عدى مرحله الرير والحتت الحمراء اللي في النص عديناها بقى خلاص، وبقينا هنا ميديم. يعني ده اولموست مستوي تقريبا كده، استوى معانا بس لسه برضو ما بقاش ويل دان. نفس لمسه الستيك هتبقى نفس ضغطه الحته دي، نفس لمسه الحته دي. طيب لما نعمل كده بقى نوصل هنا لايه؟ هنلاقي ان هنا بقت انشف حاجه في الدنيا، دي ايه؟ الويل دان. ليه بقى ما بنحبوش؟ عشان النشفان اللي احنا حاسين بيه هنا، دي بقت عظميه كده وعضليه ومكتله، ده كده الويل دان. فاحنا كده في مرحلة الويل دان لما نضم الصباع الصغير خالص مع الإبهام ونضغط هنا، الضغطة دي هي نفس ضغطة الويل دان. احنا كده ذاكرنا مع بعض الستيك درجات سواء ايه. طيب والله يا سارة انا ملياش في اللي انت بتقوليه ده كله، انا مش عايزة بقى ادخل في ملمس ومش ملمس واقعد اضغط واناش ضمني وافرض ايدي ناشفة يومها والجو بقى ده. طيب نعمل ايه عشان هقول بس على درجات حرارة اللي انا كاتباها. في درجات حرارة نقدر نحفظ بيها درجة السوى بالظبط. يعني ايه؟ لو الناس اللي غاوية يعني تجود شوية في طبخها وعندها ترمومتر طبخ وهتدخله جوه الستيك هيعتمدوا عليه، فعندهم الرير اللي هو تقريبا ني هيكون 140 درجة فهرنهايت، الميديم رير هيبقى 150 درجة، هنزود 10 درجات بالظبط، الميديم هيبقى 160 والويل دون هيبقى 170. لاحظوا ان كل مره بنعلى بدرجه الحراره درجه السوى طبعا بتزيد، ودرجه اللون اللي جوه بيزيد. يعني الرير هنلاقي جوه لا حته نيه كده في النص لسه، الميديم رير هنلاقيها قلت سنه، في الميديم لا هنلاقي اللحمه لونها بينك بس هي مش نيه خالص، في الويل دون هنلاقي حته لحمه رمادي، وده منظر انا شخصيا ما بحبش اشوفه. انا افضل ان هي نوصل عند ميديم وكفايه جدا جدا جدا. حته اللحمه بتاعتنا شايفين يا جماعه العصاره بتاعتها طالعه على وشها ازاي؟
دي كده قاعده تشرب منها، عشان كده قلت لكم محدش يشيل الدهن. الدهن قاعد اهو يطلع عصارته على وش الستيك، وهناكل حته ستيك على 100 سايبينها براحتها. وتعالوا بقى نتكلم شويه عن الفليتو. احنا دلوقتي عملنا ريباي، حته ستيك تعتبر دهنيه شويه. لما نيجي نتكلم عن الفليتو، لا الفليتو غير الفليتو. بصوا بص يا هشام، بص اللون، بص الجمال، شايفين؟ شايفين اللون والماربلينج قليل. الماربلينج قليل يعني ايه؟ الماربلينج يعني العروق البيضة اللي فيها. ليه الماربلينج هنا قليل؟ لان الفليتو قطعة لحمة دسمها قليل، هنلاقي فيها شوية ماربلينج بس خفيف جدا جدا جدا. فده سمات الفليتو المظبوط. اللون البامبي الزهري اللي انتوا جايبينه ده، اوعوا تروحوا تجيبوه لونه رمادي ولا لونه مزرق. ليه يعني؟ هو غالي اصلا، فما تدفعش كمان فيه كتير وهو مش حلو. فلا، نجيبها حته محترمه، سكينه حاميه، ولازم تخلوا الجزار يلفها لكم اللفه دي. وهنعمل ايه؟ هاجي كده اقطع. انا ممكن زبده، انا بس عايزه اساوي العرق ده. بصوا بقى اللي هيحصل ايه. عندي حته زي دي، اقدر اعمل شريحه ستيك لحد كده، لحد 3 4 سنتي، مفيش مشكله، الفليتو بيستحمل ده. واقدر اعملها رفيعه، انا بفضل تاني الوسط، انا دايما مع الوسط، بحب اخليها متوسطه حوالي سنتي ونص او 2 سنتي، بتكون لطيفه جدا. وبقطع قطعه وقطعه ثقه، ما اقعدش اهري حته اللحمه بتاعتي، تطلع معايا بالمنظر ده. بصوا حتة ستيك تفرح. ونقطع أختها. تاني. شايفين الجمال؟ سكينة حامية لازم لتقطيع الستيك، يا إما هنبهدل اللحمة. بس أنا شايفة كده حلو جدا. أنا بحب أعمل إيه؟ بحب أجيب السكينة كده وأديله ضغطة صغنطوطة كده. بس نساوي الشكل تاني عشان لو أنا إيدي عوجته أو أي حاجة. طيب الأمور اللي بيستوي هناك ده هنعمل فيه إيه؟ ده لازم يتم التعامل معاه معاملة خاصة جدا. بصوا بقى، الستيك بتاعي اخد الوقت بتاعه كده وزياده، بس عندنا دلوقتي اهم مرحله في الحياه، مرحله تريح اللحمه. اللحمه مش معنى ان انا سويتها ان خلاص انا اقدر اكلها، لا، الحته اللي جايه دي او الجزئيه اللي جايه دي هي الشغل كله. مبدئيا انا هحتفظ بالطاسه دي عشان الطاسه دي هي اللي هعمل فيها صوص، لان انا ما ينفعش الصراحه يبقى عندي كل البهاريز الجميله دي واضحي بيها. اللحمه بتاعتي هنا العصاره عماله تطلع منها، شايفين كل العصاره على الوش. طب يا ساره، ما العصاره على الوش يعني طلعت من اللحمه اهو، كلامك طلع غلط. صح، هي فعلا طلعت من اللحمه، بس انا هرجعها دلوقتي جوه اللحمه تاني. هرجعها جوه اللحمه تاني ازاي؟ باني هريح اللحمه. استنى، مش هتستحمل دي بعد الفاصل. تشويق ويسر. قلشه ما اقولكش يعني، مش كده؟ حسيت يعني مش محتاجة أنبك؟ طيب أوكي. تريح اللحمة أهم من سوى اللحمة ذات نفسه، عشان أنا لما أريح اللحمة دلوقتي الريستنج بروسس أو تريح اللحمة بتاخد حوالي 10-15 دقيقة. العشرة 15 دقيقة دول اللي هيحصل فيهم إن كل العصارة اللي عمالة تطلع لي من اللحمة دي وأنا عمالة أقول يا لهوي على العصارة بتطلع، هترجع تدخل جوه نسيج اللحمة، ومش بس تدخل جوه نسيج اللحمة، لا، وتتوزع كمان جواه مع شوية حاجة اسمها ايه؟ ريزيجوال هيت أو حرارة مستمرة. شوية الحرارة المستمرة، ايه الحرارة المستمرة؟ ايه ريزيجوال هيت؟ ايه الهري اللي احنا بنقوله ده؟ هي قطعة الستيك دي لسه سخنة، فبالتالي لسه في طبخ عمال يحصل
عملية الطبخ ما توقفتش تماما، لسه مستمرة. فمدام هي لسه مستمرة يبقى حتة اللحمة دي لازم كده بطبقتين فويل محترمين عشان نحبس كل الحرارة، نغطيها ونسيبها ترتاح العشر دقايق أو الربع ساعة اللي قلنا عليهم. طيب لو أنا ما ريحتهاش إيه اللي بيحصل؟ حاجة يقطع حتة الستيك هلاقيها بتنزل كمية عصارة مش طبيعية. طب ما العصارة دي كان لازم تبقى في بقي، ده أنا قاعدة يعني صرفة ومكلفة وقاعدة أزبط وأعمل وتكنيك ومش تكنيك عشان أحافظ على العصارة دي، ينفع كده صورة تنزل في الطبق؟ طب ما أنت ما ريحتيش اللحمة، لازم نريح اللحمة. لما نريح اللحمة بقى ده ما يحصلش، نفضل محتفظين بالعصارة جوه نسيج اللحمة وجوه النسيلة بتاعتها تخليها أطرى حتة لحمة في العالم. أنا مريحة لحمتي وعندي هنا الفليتو، هديله رشة ملح وفلفل أسود زي بالظبط ما عملنا في قطع الربعي، مش هعمل أي حاجة تانية غير لما ترجعوا لي مستنياكم. رجعنا من الفاصل وعملنا ايه دلوقتي؟ شرايح الفليتو اديناها نفس الملح والفلفل الاسود وممكن رشة جوزة الطيب لو عايزين، انا ما اديتهاش المرة دي بس يعني براحتكم. ممكن اجي كده اديها رشة صغيرة على ناحية واحدة حتى، مش لازم على الناحيتين. بس كده زي الفل. وبنفس الطريقة بالظبط، حرارة عالية ما بنقلبش كتير، بنديها فرصة تستوي. وميزة بقى شرايح الفليتو ان احنا بنبقى شايفين درجة السوى من الجنب عشان هي سميكة، فاحنا قاعدين نشوف السوى وهو عمال يطلع 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 لحد ما يوصل للنص او يفضل مثلا على حسب بقى درجة السوى اللي احنا عايزينها. طيب انا عندي هنا الطاسة اللي عملت فيها الريباي اللي انا لسه مريحاه لحد دلوقتي. وتاني بفكركم، تعالوا نراجع تاني ايدنا اهي كده، دي حتة لحمة نية كده بقت رير اللي هي يا دوب شمت السوى، كده بقت ميديم رير اللي هي استوت سنة زيادة، كده بقت ميديم ويل اللي هي خلاص فاضل لها شعرة وتبقى مستوية تماما، كده بقت ويل دان استوت تماما وبقت حته لحمه رمادي من جوه ومن بره. تمام، درجات السوا بتاعتنا عشان محدش ينساها. الفليتو ريحته تحفه، وعايزين نبص كده ايه، نقلب ولا لسه؟ الله على اللون، بصوا اللون وجماله. اللون ده بقى يعني ده كده ايه، الزبدة مع درجة التشويح المناسبة مع الطاسة اللي حرارتها مظبوطة، كل حاجة مع بعضيها توصلنا للدرجة اللي انتوا شايفينها دي. ممكن احط شريحة كمان، ممكن كده ايه ناخد واحدة كمان. بس وهنسيبهم براحتهم ونيجي بقى نتكلم شوية عن الطاسة او الشواية او ايا كان اللي استخدمناه اللي عملنا فيها الريب اي. انا ما اقدرش اضحي بيها، ده دي فيها كمية جوس وكمية نكهة رهيبة انا عايزة استغلها، فهستغلها في ان انا اعمل اول صوص. واول صوص معايا
هنحط فيها حاجه دلوقتي. اول حاجه هنعملها بيها هي صوص المشروم. انا جايبه مشروم بني، عايزه بس اوريكم شكله عامل ازاي. المشروم البني ده بقى موجود دلوقتي في السوق المصري، شايفين ده بيدي طعم رائع. وعايزه اقول لكم ان هو لما بيستوي مطرح اللحمه بيبقى طعمه عامل زي اللحمه بالظبط، فعشان كده انا بستخدمه النهارده عشان لونه وعشان قوامه وعشان كل حاجه. طيب تعالوا نشوف مع بعض مقادير الصوص هتكون ايه. هنحتاج مشروم، يا ريت طبعا مشروم بني زي اللي انا مستخدماه ده. هنحتاج ثوم مفروم، هنحتاج مرقه لحمه، نشا، كريم الطهي، وزبده، رشه جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. انا عايزه اقطع المشروم بتاعي بسرعه. لا لا لا، هو طبيعته كده. بيسالوني هو كبير كده ليه، هل مثلا هما بيدوله هرمونات او حاجه؟ لا، ده مشروم هو كده وطبيعته كده، مفيش عندنا اي اعتراض على يعني حجمه، مش حاجه غريبه، هو طبيعته كده. انا بحب اشيل الحته دي واقطع شرايح عريضه، ما تخليهوش رفيع زياده عن اللزوم. انا عايزه لما تيجي منه حته في بقي يبقى كاني كلت حته لحمه. ده بيتباع في المكان اللي الناس بتشتري منها كل طلباتها. واحد من الهايبر ماركتس الكبيره بقى بيجيبه دلوقتي، بقى بيجيب منه الاصغر كمان، وبقى بيجيب البورتوبيلو مشروم. يعني بنشكر الاماكن اللي بتهتم بتفاصيل صغيره زي دي. والحقيقه الفرق بين سعره وبين سعر المشروم الابيض اللي بنجيبه مش حاجه تذكر يعني. اجيب طبعا ده واستمتع بيه. بنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه اديك حته زبده الاول. هنزود حته زبده. السواد اللي في الطاسه ده مضايقني في حاجه ولا اي حاجه ولا عندي اي مشكله معاه، بس محتاجه حته زبده محترمه. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيحها، والزبده هتلم لي كل الكرمله اللي في الطاسه. الكرمله اللي في الطاسه دي هشام متضايق من شكلها، بس انا اتضايق من شكلها؟ لا، ده انا اتبسط من شكلها، عشان انا عارفه ان الكرمله دي كلها هتودي الصوص بتاعي في حته تانيه خالص، فانا مش متضايقه، ما عنديش مشكله منها ومش مضايقاني في حاجه. نجيب المشروم بقى، والمشروم يا جماعه باكد عليكم ما بنغسلوش، بنمسحه بفوطه كده ايه رطبه شويه، نشيل بس من عليه اي قش او اي حاجه، لكن ما بيتغسلش بميه ابدا. ايه؟ مش سامعه. ايه؟ الصوت بيقطع. اللي اتغسل، لو اتغسل ايه اللي يحصل؟ اللي اتغسل المشروم قوامه سفنجي، فلما بيتغسل بيمص الميه، فبيبقى عامل زي الاسفنجه الطريه كده. تخيل انك بتاكل اسفنجه طريه بالظبط، يعني هي بيبقى بالظبط كده. المشروم عايزينه يتشوح مكان اللحمه، فهو اصلا طعمه لحمي جدا، فاحنا كمان هنديله طعم لحمي اكتر واكتر. ممكن طبعا نقطعه شرايح اصغر من كده، بس انا بحب شكله بالمنظر ده، وهو طبعا بيكش بعد ما بيتشوح، بحب بس اوزعه بحيث ان انا اطمن ان كله متعرض للحراره بصوره متساويه تماما. معانا نور على التليفون. يا نور اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ساره؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه يا مدام نور؟ انا بحب حضرتك جدا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالف صحه وسلامه يا رب. انا بس حبيت اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، بشكرك وكل الكاتب في القناه كويسين، وربنا يوفقك يا رب من نجاح لنجاح. بشكرك يا حبيبه قلبي، وانت مشرفانا باتصالك ومنورانا، واهلا وسهلا بيكي. شكرا بيكي حبيبتي، شرفتينا ونورتينا. الفليتو بتاعي مازال بيتشوح واموري ماشيه تمام جدا. جدا. والمشروم بتاعنا على النار برضو بيتشوح، عايزاه يتشوح. بصوا شايفين اللون ده؟ شايفين دي بقى لونها عامل ازاي؟ عايزه كله يبقى اللون ده. ايوه، اشكركم. كله يبقى اللون الجولدن ده او الذهبي او الكراميل ده. وهتلاحظوا طبعا ان المشروم بيكش كل ما يوصل للون ده، فانا هقلب كل شريحه مشروم على ناحيه وعلى الناحيه الثانيه لحد ما اطمن ان هي خدت اللون ده كويس جدا. ايه رايكم تطلعوا فاصل صغير جدا، اكون انا شوحت المشروم بتاعي، ولما نرجع مع بعض نشوف عندنا صوصات تاني ايه ممكن نعملها. فاصل صغير ومستنيكم. We'll be right back.
ورجعنا من الفاصل ولع في الدنيا الاول. بصوا المنظر، طبعا المرقه اللي نزلت دلوقتي دي بتعمل حاجه اسمها ايه؟ دي جليزنج، بتنظف الطاسه من كل الكرمله اللي عماله تحصل فيها. وانا طبعا لا مانع من اني اساعدها كده بسباتشولا او بمعلقه خشب، المهم حاجه ما تجرحش، وانظف معاها علشان اطلع كل الطعم اللي موجود. هزود شويه مرقه واسيب بقى المشروم يغلي مع كل البهاريز اللي في الطاسه اللي المرقه لمتها مع المرقه نفسها، وعايزه احول المرقه دي لصوص. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هربطها بشويه نشا. انا ممكن اسيبها تبقى ريدكشن. ريدكشن يعني ايه؟ يعني افضل سايباها على النار لحد ما تقل وتتقل، ده اوبشن. بس انا مشكلتي ان الريدكشن في الحاله بتاعه تنظيفه الطاسه دي بيبقى حادق قوي، فانا مش عايزه اعمل لكم حاجه حادقه، فهظبطها بطريقه ثانيه. طريقه ثانيه ايه؟ ان انا عندي هنا شويه كريمه او شويه لبن او شويه ميه، كلهم ينفعوا. تعرفوا انا افضل الميه اكتر حاجه يعني، بس عايزه ادي دسامه شويه للموضوع فهحط كريمه. وفي الكريمه هاخد معلقه كده او معلقه ونص نشا، هقلب النشا تماما في الكريمه، وطبعا هيدوب فيها لان هو بيدوب في الحاجات البارده. فانا هقلب كويس جدا، ندوب النشا. بس زي الفل. واجي هنا كده اعمل ايه؟ اجيب سباتشولا وانزل الخليط اللي انا عملته ده على الكلام الجميل اللي بيغلي ده. هقلب وبس، هستنى ان الصوص ده يغلي غلوه علشان النشا ما يبقاش طعمه نشوي وني، وهرفع من على النار. شايفين لون الصوص؟ وطبعا لا يمكن اوصف لكم طعم المشروم ده بقى عامل ازاي بعد اللي احنا عملناه فيه ده، والتشويحه والتومه والملح والفلفل الاسود. الموضوع بقى ايه؟ جبار. محتاجه اخلي درجه الحراره متوسطه عشان ناخد احلى طعم من الصوص، وهو بيغلي اهو. محتاجه ادوق. ما تقوليش. طيب نعمل الكومباوند باتر بس، مش لازم نعمل الصوص البلو تشيز، ممكن نقوله بس. تعالوا كده ندوق. بص انت مش فاهم، انت مش فاهم، فظيع. ده كده يتشال من على النار، شكرا جزيلا. محتاجينه بس يهدى عشان هنقدمه دلوقتي مع الستيك بتاعنا. طيب عندي بقى حاجة أساسية مع الستيك، الزبدة المركبة أو الزبدة المنكهة أو الكومباوند باتر. هنعمل شوية كومباوند باتر مع بعض دلوقتي أو زبدة منكهة علشان نضيفها على شرايح الستيك الجميل اللي احنا عملناه. عندنا زبدة في حرارة الغرفة طرية، بقدونس مفروم، بشر ليمون ناعم، ثوم مفروم، ورشة جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود. دي الحاجات اللي هنحتاجها عشان نعمل الزبدة المنكهة او الزبدة المركبة او الكومباوند باتر. والزبدة في الوضع او في الوصفة دي لازم تكون نظيفة، لازم يكون زبدة نوعها كويس، يا اما الوصفة بتاعتي كلها هتبوظ من نكهة الزبدة. اشوف كده طرية وجميلة. هاجي كده اخد الزبدة هضيف لها البقدونس، هضيف لها الثوم، هضيف لها بشر الليمون ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود، وهعجن كل ده مع بعضه. يا مدام فايقه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا مدام، ازاي صحتك؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ يا
الحمد لله. والله احنا بنتعلم من حضرتك حاجات جميله جدا والله. يا حبيبتي ربنا يخليكي، كلك ذوق يا مدام فايقه، كلك ذوق يا حبيبتي. انا عايزه اسال حضرتك سؤال. اموريني. دلوقتي العرق اللحمه ده تريفيانكو ولا الثانيه اللي هو فليتو، اللي هو يعني لحمه بارده، العرق بتاع اللحمه البارده ولا العرق الثاني؟ ده العرق الثاني، الفليتو حبيبتي. عرق اللحمه البارده ما يطلعلكيش ستيك حلو، يطلع لك ستيك ناشف قوي. يعني هي ده الفليتو. يا حبيبتي فليتو. طيب ده فليتو يا جماعه، عرق التريبيانكو ما يطلع لناش ستيك حلو خالص، هيبقى ناشف نشفان مش طبيعي. تاني بايدينا احسن حاجه. ليه بايدينا احسن حاجه؟ عشان الايد فيها شويه حراره طبيعيه، جسمنا كده، فحراره الايد الطبيعيه بتخلينا نعرف نمزج الزبده كويس جدا مع اي مكونات تانيه. طبعا الريحه بتطلع على طول، التوم والبقدونس وبشر الليمون، وبقى عندي شويه كومباوند باتر. بصوا عامله ازاي، لونها افتح مبدئيا وبقت مخلوطه مع كل حاجه، لا يمكن اوصف لكم جمال ريحتها عامله ازاي. دي كده مع فراخ مشويه، مع بطاطس مشويه، مع لحمه مشويه، مع اي اسماك مشويه، يعني عيشوا حياتكم هتاخدوا منها احلى طعم. هنقلها هنا في طبق، ممكن اعملها رول واشيلها. بلاش الطبق ده، عايزين طبق يكون مش غويط. ولا انت عاجبني، ثانية تتعمل بقى بكمية وتتشال في الفريزر، تطلع مع اي لحوم مشوية توديها في حتة تانية خالص. بس كده خلوني اشيل الحاجات الفاضية واجي بقى اقدم لكم الستيك بتاعنا والفليتو. على فكرة انا شلته من على النار وسايباه يرتاح برضو، ما عندناش وقت نعمل الصوص التالت صح؟ ولا عندنا هشام؟ ايه؟ ايه؟ لا ايه؟ كده سمعك. يعني هو بياخد دقايق بصراحة يعني. لا تلات دقايق، تلات دقايق فعلا. يلا حاضر، هنعمل لكم صوص البلو تشيز، ونشكر هشام يعني اللي ايه اللي هيزنق وقته علشان يخلينا نعمله لكم. شكرا يا هشام. هنعمل ايه دلوقتي؟ نقول لكم مقادير صوص البلو تشيز بسرعه. ومقادير صوص البلو تشيز هتكون كالتالي، ملوني يا ولاد. جبنه ريكفور اللي هي بلو تشيز، بقدونس مفروم، توم مفروم وكريم الطهي، حليب، زبده صفراء وجوز الطيب، وملح وفلفل اسود. هنعمل ايه؟ بكل بساطه هنحط التوم مع حته زبده على النار بسرعه جدا. هنعمله يلا، حته زبده ومعاها التوم. ده بقى صوص لاصحاب المزاج الرفيع. تشويحه سريعه جدا للتوم ومعاه البقدونس، معاهم هوا. هنحط لبن، شوية كريمة، وهنسيب الكلام ده يغلي مع بعضه، وبنفتفت فيه البلو تشيز او الجبنه الريكفور او الجبنه الزرقاء حسب انتوا عارفينها باي اسم يعني. وطبعا يعني انصحكم وبشده ان محدش يمسكها بايده علشان هتخلي ريحه ايديكم مش لطيفه خالص، فدايما قطعوها بشوكه بجوانتي. خلاص انا خلصت الصوص يغلي، هيبقى خلص. لا ريكفور
فعلا؟ بجد؟ اه شكلها اشتغاله. هنشوف ده دلوقتي، هنشوف ده بعد الهوا. فتفتنا الجبنه في الصوص. شايفين انا بفتفتها علشان تدوب فيه، وعادي ان انا يفضل معايا شويه قطع صغنطوطه بس تبقى الاغلبيه دايبه بس كده. وهنسيبها تغلي مع كل المكونات دي. هنديها دلوقتي رشه ملح صغيره لان هي مالحه، ورشه فلفل، وادي رشه الفلفل، وبتبقى جميله مع رشه جوزة الطيب. يلا احنا هنقدم، تعالوا بقى نقدم الستيكس بتاعتنا. عندي هنا الستيك الريباي. بصوا بقى، تعالى بقى اتفرج يا هشام. لا مش ايه الجمال ده، في اي صوص في الطبق؟ ليه بقى؟ بالظبط كده، شرايح الستيك شربت كل الصوص بتاعنا، فبالتالي ما عادش عندي اي خساره في النكهه، كل الجوس جوه حته اللحمه. ما تدخلولي جوانتي بسرعه. هنوزع كده حتت اللحمه، وهاجي عليها بالصوص الرهيب ده. اديله تقليبه كده. وهنا الحقيقه الريحه تحفه، صوص البلو تشيز، محتاج بس نقلبه تقليبايه. زي الفل كده وممتاز. قولي يلا حالا الصوص اللي بالمشروم انا هحطه مع الريباي كله. هاخد كده ايه المشروم اول حاجه، على الوش قولي جوانتي يا شباب، كله على الوش. مش هسيب اي حتة مشروم. بس شكرا. وهاجي بقى الصوص الجبار ده، واعتقد المنظر يتحدث عن نفسه. نمسح بس الاطراف. نعم يلا ادي اول طبق قدمناه كده، الريباي ستيك بصوص المشروم. هجيبه لكم كده قدام. عندنا ايه تاني؟ الفليتو. عندي شرايح فليتو، هقدم معاها الزبدة المركبة. بصوا نفس الكلام، شربة الجوس والعصارة وبقت زي الفل. تمام. الريكفور ما هو لازم يغلي عشان يتقل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا كده على الستيك بتاعنا هناخد حتة زبدة نحطها على الوش، زبدة من المنكهة اللي عملناها. طبعا هي مع حرارة الستيك هتسيح وهتبقى الصوص بتاعه.
بس كده، والباقي يتقدم عادي جدا مع بقيه شرايح الستيك. بصوا بتسيح اهي وبتظبط لي الدنيا جدا، والباقي هنقدمه. يلا استنى، طب ما تنزل مقادير وانا شغاله. بس كده، ده اللي بالزبده المركبه. نجهز طبق بسرعه علشان نقدم اخر واحد اللي بالبلو تشيز. شرايح الستيك اهي. النهارده زي ما قلت لكم النجم عندنا في الحلقه شويه الجوز دول، انا مش هسيبهم يمشوا بصراحه، هقدمهم هنا. الحلقه بتاعتنا النهارده الهدف منها تكنيك، احنا بنذاكر حاجات تخلينا نعرف نعمل حاجات كتير بعد كده، لان طبعا اي صوص في الدنيا انا خلاص عرفت اساس الستيك. هاخد البلو تشيز، واحنا كده النهارده نبقى عملنا حلقه مكثفه درسنا فيها كل ما يخص الستيك. طبعا الستيك قطعه لحمه غاليه يا جماعه، فلما تلاقوها رخيصه ما تفرحوش قوي، شكوا ان هي مش هتكون بجوده ممتازه. عملنا النهارده اتكلمنا عن طرق تسويه الستيك، عملنا ثلاث او اربع انواع صوصات مختلفه، عملنا الزبده المركبه اللي هي من اساسيات الستيك. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب ان شاء الله اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه، واتبسطت جدا معكم النهارده.